هداك اليوم قلت لبولاند إنه بعد هلأ لحتى نقدر نعيش بأمان لازم الطرفين يهتموا أكتر بالموضوع. أنا رح أستنى منك خبر وتقييم الإنتاج وعرض الأسعار لو سمحتي. إيه طيب. سلميلي على جاهدة. ليش أنتي ما شفتي جاهدة اليوم؟ كانت رايحة لعندك. بنوب أنا ما شفتها. بلكي هي بالأول راح تتمشى. يمكن. بخاطرك. مع السلامة. صباح الخير. صباح أهلين النور. صباح النور. ايه سهان شو عم تمشي؟ ايه حبيبتي والله عم امشي شوي شوي وبعدين رح روح لعند الست مهربان لانه هي حاكتني. عن جد؟ ماشي لكان سلمي عليها. طيب بيوصل. يلا باي. باي. أهلين يا جاهدة، نحن كنا عم نستناك. شو الموضوع؟ طولي بالك، صدقيني ما كنت بعرف إنه بتعرفوا بعضكم، أنا بحلف لك. هداك اليوم لما أجيتي كان في حدا عنده، وهو أنا. هالدنيا صغيرة مو هيك؟ شو قلتي له احكي شو قلتي له؟ جاهدة قالت لي المهم، مثلاً إنك مانك حامل. الله يلعنك حقيرة، أنت بدك تخربي بيتي جاهدة حتى تحكي. وينك جاهدة؟ هي شو صار لك؟ شو عم تعملي أنت؟ هالمرة حامل بابنك. إذا بتفتح تمك وبتحكي لحدا رح أنهيك، مفهوم؟ جاهدة، يا ترى إذا أنا بقول الحقيقة وقت شرحت قليله لتحسين كورلوداك؟ وأنا بقول لسوهان على اللي عملته أو لأمك، هيك أحلى. طيب حروقي وشفيت، أنت لمين وشو رح تسبتي؟ نسيتي أنك خلصتيني من الدليل؟ وعن جد مصدق أني محيت الدليل؟ دمك لساته لهلأ فوق هديك القنينة. ما حدا بيقدر ينقذك، سوهان ما رح تنقذك. رح تخرسي. بظن ما في داعي تقلقوا لأني هون، أنا ما رح أفتح تمي بكلمة. ليك بالنسبة إلي أهم شي أنقذ حالي، عم تفهم؟ يعني إذا ما حدا أذاني فأنا ما رح أذي أي حدا أبدا. أنتوا اللي قتلتوا الدكتور؟ لا، شو هالحكي؟ إيه بس كان بيعرف إنك مو حامل جاهدة. إيه أنا صرت مل من حكيك. ها لك انت شو عم تقول؟ كم مره رح عيد انه ما صار شي من هاد؟ هذا الزلمه كان زلمتنا مو اكتر. شو انت ما عم تفهم؟ جاهده كانت تعطي مصاري منشان هيك كنت مع الزلمه ولهيك طلعت بتسجيل الكاميرا. سالت 10 مرات وقلت لك 10 مرات. لك لشو بدك تصل؟ فهمني بقى، انت ليش عم تزعل هالمره؟ لك قل لي انت شو بدك منا؟ العمى انا عن جد مو مصدق كيف تورطت بهالقزارة وهالوساخة. لك عن جد انتو اوسخ من بعض. ايه وسخين، نحن وسخين. لهيك اذا رح تغلط وتحكي عنا نحن التنتين ما رح نسكت بنوب. تأكد من هالشي منيح ولا تطلعوا من عقلك ابدا. وهلأ خلصني نقلع على برا. يلا بولانت دربي سد ما يرد.
قلتي لي انك اخذتي السي دي من الدكتور قام لقوه بالسياره. اي بس قلت لك ما لقيته. شبكي انت قتلتي ليكي؟ لا انا ما بدي اعرف شيء، انا ما بدي اعرف شيء بنوب. بدي تنتبهي على خطواتك، وتاني شغلي على حياتك، وقبل كل شيء الطفل. يعني انا ما بدي اياكي تعملي اي شيء تاني بنوب، عم تفهمي؟ جاهدة اسمعي. ليكي انا مالي وحده قاتله، لهيك ما في داعي تشيلي هم. وثقي فيني، نحن اسرارنا مشتركه. Thank you.